صباح الخير عليكم زوينين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم غدوزو معايا واحد النهار اللي ربما كنقول غادي يكون نهار زويون. غادي نهبط دابا شاد الطريق، غادي نهبط لكازا. عرفتي شحال بيني وبين كازا ما هبطش ليها؟ راه واقيلا ما هبطش ليها من النهار اللي هبط لدرب عمر فاش كنت خديت الدرية. عرفتي راه من ديك الوقيته ما هبطش نهائيا، غير ماما هي اللي كتجي لعندي. ايوا شنو اللي غادي يخليني نهبط دابا لكازا؟ هو شقفو كنحط شي فيديو كنلقى المتتبعات ديالي الزوينات كيخليو ليا في لي كومونتير هدى بغينا نشوفو الصالون، هدى ما وريتيناش الصالون، هدى ما وريتيناش الحمامات. وكاين البنات بزاف اللي باغيين ياخذوا افكار، والله العظيم واحد السيده مسكينه بقات فيا قالت لي هدى راني واقفه عليك بغيت نشوفك شنو درتي باش ناخذ افكار. وانا كنت الصالون كان جاني حطيته ولكن ما كملش داكشي اللي خاصني نكمل. ما الزرابي خديتهم، شريت الزرابي، كنتعامل ديجا مع واحد مول الزرابي، ما مشيتش لعندو كاين في كازا، كنتعامل معنا غير في الواتساب حيت سنين وانا كنتقدا من عنده وكان غير الواتساب كيصور ليا. اختاريت وصيفط ليا دي موديل، تقريبا صيفط ليا واحد الخمسه ديال لي شوال الدار وانا اختاريت. دونك شنو اللي بقى؟ فراش تحط الزرابي تحطو، وبقى باقي ما تحطوا لا لي زاكسيسوار لا ديكورات لا مرايات. ما عرفتش واش باقيين عاقلين على النهار اللي قلت لكم راه خصني مرايه للصالون، باقي المرايات ديال الحمامات مازال ما ركبوش، لي زاكسيسوار ديال الحمام مازال ما ركبوش، لان راه الليله ليله العيد عاد ساليت، نقولوا سوا ديزون ساليت وصافي. ومني دوزنا ديك 3 ايام ديال العيد كانوا عندي مالين الدار، ونزل عليا واحد العيا واحد العيا، ما بقيت قد ندير حتى شي حاجه، والله العظيم ما بقيت قد ندير شي حاجه، ما بقيتش قادره نكمل مازال في الدار، لانه تما راه دازت عليا، راه ما دازت على حتى شي حد. راه كنقول واقيلا كون بنيت حسن ليا كاع من صليح، والله ما نكذب عليكم. وفيها تماره، فيها خسران فلوس، فيها بزاف بزاف. صليح ماشي ساهل صراحه، صليح ماشي ساهل. دونك شنو غادي يهبطني لكازا؟ كاينه واحد المتتبعه ديالي زوينه بزاف حتى هي سميتها هدى. النهار اللي كنت قلت لكم واحد النهار في واحد الفيديو قلت لكم عفاكم الا كتعرفوا منين نقدر ناخذ مرايات تكون هماويه وزوينه هكا للصالون. ودخلت عندي الانستغرام وهضرات معايا، ودايو حنا ديجا كنا كنهضروا، وقالت لي هدى شوفي راه كاينين واحد المحلات حدايا في حدا الخدمه، وهي خدامه في بورغون، وسكيل في انا بنت بورغون ودارنا كاينين في بورغون. جاتني من جنتي والناس، قالت لي راه كاينين واحد جوج محلات حدايا، راني غادي نمشي ونصور لك دي موديل ونصيفطهم لك وشوفي. وداك الساعه الا بغيتي تجي زعما تشوفيهم هكا سوغ بلاص اجي. وفعلا مسكينه هبطت من الخدمه ديالها ومشات وصورات ليا وصيفطات لي لي موديل، وقلت لها صافي انا غادي نلقى شي وقيته وغادي نهبط. منها حجه وزياره نشوف ماما ونمشي نشوف نشوف داكشي اللي خصني. الصراحه داكشي من خلال داكشي اللي صيفطات لي كيبان داكشي زوين، وكنتمنى نمشي سوغ بلاص وتعجبني شي حاجه. من هذا المنبر كنبغي نوجه لها تحيه كبيره هدى اللي خدك عليا، وكنقول في الاول وفي الاخر صراحه اليوتيوب ربحت منه خواتات، ربحت منه عائله، ربحت منه صحابات، الحمد لله كنحمد الله ونشكره صراحه. يعني ملي كنلقى تفاعل بحال هكا والبنات كيتجاوبوا معاك وكيحملوا همك، ومنين تنلونسي شي سؤال ولا بغيت نعرف شي حاجه كيتجاوبوا معايا، الحمد لله الحمد لله. هذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى. دونك ما نطولش عليكم بزاف الهضره، اي حاجه خديتها ولا اي بلاصه مشيت ليها غادي نشارك معكم، وربما تاخذوا افكار الا كانت شي وحده فيكم باغيه تفرش ولا باغيه دي زاكسسوار ولا باغيه مرايه ولا باغيه ولا ما نعرف شنو، تاخذ فكره من هذا الشيء اللي غادي تشوفوا معايا اليوم ان شاء الله. وصافي اول حاجه غنمشي عند ماما، بعدا غنمشي نفطر نمشي نفطر بعدا عند ماما، مازال ما فخبراتش باللي راه غنجي عندها الصباح. نمشي عند ماما نفطر وديك الساعه نمشي نتوكل على الله. يلا اي حاجه درتها وانتم معايا.
ويلا برصته. ها انتم شوفوا ماما هذه راه غير غفلتها زعما في الفطور، قلت لها يلا جايه في الطريق وعيطت لها قلت لها ماما انا جايه نفطر، اما كون علمتك الحاجه شنو كنتي ديري. يلا هذا الا عقلتوا لي قلت لكم راه ما كيخطاناش وما كيخطاش ماما اللي كنت شاركت معكم مسمن العجيب اللي كيجي ما هو مسمن ما هو بطبوط، غير ماما كديروا رقيق بزاف. وهذه بسبوسه ماما شي ناقص كي تشاركي مع الناس بسبوسه ديالك ديرها بالليمون. لا بالليمون و ها انتم راه 3 ايام وهي عندها حيت كانوا عندها الضياف راه باقا رطيبه وكتسخن لنا البغرير. عندك تحقي راسك واش انتم كتذوبوا الزبده والعسل في المقله اللي كتسخنوا فيها البغرير بحالنا حنا؟ كتقول لك ماما ما حط المقله سخونه غندوب فيها الزبده غيرير. ايوا هي ماما زاتنا كيكه عاوتاني. يا لالا يا لالا شوفوا معايا التفركيس والزواق والشكلاط وداك الشيء والبغيريرات ديالناها هما دهناهم وزويتينات ايوا وبسبوسه وكويس ساعات هي الله يخلف. شكرا الحاجه والله يخف عليك ما نبقاش نعلمك نقول لك انا جايه نبقى نغفلك هاد الغفله بحال هكا باش تحطي هاد الشيء زوين. اختي حنا بعد ما فطرنا ماما هي كتقلي في الحيمه غادي دير لينا الحيمه بالصفرجل والملوخيه. شكون اللي كيدير الحيمه بالصفرجل والملوخيه يرد عليا. كتجي وجبه لذيذه وخطيره هي كتطلع القيم مع القيم بحال اللي درنا المره الفايته. واني دابا عندي دابا الصفرجل عندي راه حتى هو كيجي زوين حيت القيم هو الصفرجل هو الصغير وهذا الصفرجل الكبير. اييه يا سلام. وها المريقه ديالنا ديال الملوخيه وجدات مع الصفرجل. شوفوا المريقه كي كتجي خاطره وملبيه الله يعطيك الصحه الوليده. لا المريقه راه قليتها بوحدها، الملوخيه ملي طابت حيدتها صفيتها وخليت عين المرقه بوحدها. ديري ديري بالمغرفه ماما ها قليتها حتى ولات بحال بحال الضغميره. لا 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 ولات بحال الضغميره قلبي الصغير لي يتحمل. وهذه الملوخيه بوحدها ملي صفيتها ها هي الملوخيه بوحدها. درتي الملوخيه طيبتها بوحدها بحال الطريقه ديال الملوخيه مشرمله. لا طيبتها واني حيت بقى فيها المرقه شديتها صفيتها بالصفايه وخديت المرقه ديالها قليتها قليتيها بقات بقات المريقه هي الملوخيه هي والبصيله وصافي. باش حصلنا على هذه النتيجه هذه ديال الحم بالملوخيه والصفرجل وهذا الصفرجل المعسل. شي نهار نشارك معكم الصفرجل المعسل اولا الطاجين ديال الصفرجل كيجي غزال. ايوا هذه هي غديوتنا تبارك الله. وصل عندي ماما الحداقه دارت سلطه ماروكان دارت ماما هذه ماشي البقوله شنو درتي هذه قلتي هي الرجله. هذه الرجله الرجله هذه الرجله كتكون عيف في الصيف وهذه راه مهمه صحيه مفيده. هذه ما كتزرعش هذه كتنوض كتنوض في يعني عندها واحد الوقت معين اللي هو الصيف. هو الصيف هو الصيف ودرنا زعلك زعليك وخبيز ديال الدار بطبيعه الحال. ها انتم ماما كتوريكم حداكتها يا لالا يا لالا.
هودة اختي راني جايه الصباح متتبعه وفيه ديالي نهار لي لونسيت المرايات ومسكينه دخلت عندي الانستغرام وقالت لي غادي نهبط نصورهم لك لان هذا المحل كاين تحت الخدمه هي في عند اوفتالمو كاين هنا وصورت لي وصيفطات لي وسهل الله وانا تلاقيت انا وياها قلت لهم هذا هو ربحي في اليوم ربي يخليك زعما ربحت عائله ربحت خوات ربحت خواتات ربحت صحابات صراحه الحمد لله مسكينه ولقيت عيطت لها لقيتها كونجي وجات هي وراجلها ووليداتها وجات معايا هنا وكتدور معايا غير خطيك الله يبارك فيك الله يبارك ها هدى يا هادي حسميتي هدى 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 ايوا مهم ان نكثرش عليكم نظره بزاف نخليكم ديروا جوله تشوفوا شنو واقع هنا في المحل وما غاديش نوريكم مرايتي خليتها تعلق في الصالون انا غنوريها لكم في الصالون ان شاء الله اختاريت صافي اختاريت صافي البنات هدى راه غادي تمشي دابا شكرا هدى اللي خطيك عطيتيني من وقتك مرحبا هذا شرف ليا راجلك مسكين بقى كيتسنى ماشي مشكل شكرا ودابا انا هدى في النهار بالعكس شتي منين تا حنا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا جات معانا نهار الحيل والعيد ربي يخليك حبيبتي انا هدى دابا خدامين كنهضروا كندير تشو ولقيتها باللي عندها واحد الاهتمام خطير بلا كويزين وبلا باتيسري واكتشفت باللي انها كتاخذ لي كوموند البنات كتصوب المالح كتصوب حتى لي زونترومي كدير شنو كديري ليا قولي له معاه فات نتيا وا كلشي لي زونترومي المالح فيهم لي كيش البيتزا لينام بسيطلات كلشي على حساب خدمتي في هضر رمضان خدمتي في رمضان خدمت حتى لي غاطو ديال لانيفرسير كلشي وشي حاجه ديال الدار ونقيه ونخلي لكم الرقم ديال التليفون ديالها نخليه لكم في صندوق الوصف اللي بغى كوموند ولا شي حاجه هي راه كاينه في كازا قلتي لها في عين الشوق عين الشوق عين الشوق في كازا في عين الشوق يلا صحاب عين الشوق بانوا عندي هاودا طلعي ان شاء الله عزاني لي انت وحده منهم والله الا انا استاذه التلميذه ديالك لا لا ما تقوليش هكاك حاجه حاجه ولا انا غير كنبارطاجي والله كنبارطاجي داكشي اللي كيعجبني والله عارفه اللي كاين لا لا اختك يا حبيبتي بارك الله فيك وسيري ما نشدكش خير شكرا لك شكرا لكم تنتوما كنتمنى هادشي اللي شاركت معكم اليوم في هاد الفيديو يكون عجبكم وشفتوا معايا لي موديل ديال لي لوستر صراحه زوينين بزاف واخا بيني وبينكم شحال من حاجه عجبتني في لي لوستر ولكن ما عنديش فين نديرها لان الدار كلها درت فيها لي سبوت البلاصه الوحيده اللي درت فيها الدريه هي الصالون البلدي وصافي وكنت درت فيه لي ليد ودرت فيه حتى لي سبوت ما سينون كنت ناخذ صراحه عجبوني زوينين روميين فنين محيد دقين داكشي متول يا سلام ايوا صافي خديت المرايه اللي بغيت واخيرا كنقول مطرقه وحيدتها عليا ولا ضرسه وكضراني وحيدتها عليا الحمد لله يلا كنتمنى تكونوا عقتوا بيا وعرفتوا اش من مرايه خديت صورت لكم بزاف المرايات نتمنى تكونوا عرفتوني اش من مرايه خديت مرايه زوينه صراحه
وهماويه وغتجي زوينه صراحه في الصالون. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. ما بغيتش نوريها لكم دابا، خليها تبقى لكم سوربريز حتى تشوفوها ان شاء الله في الصالون، تشوفوها معلقه. غادي يجيو نهار الخميس غادي يجيو ليفريوني، وهما اللي غادي يجيو يعلقوها، هما اللي غيتكلفوا بها. وصافي هادشي اللي كاين، ونتمنى هاد الفيديو كان خفيف وظريف على قلوبكم. وكي قلت لكم راه النمره ديال هدى متتبعه ديالي اللي عجبني الحال حين شفتها اليوم، ونبغي نقول لها، نبغي نعاود نقول لها شكرا، لان بسببها باش تعرفت على هاد الناس، لانه هي اللي داتني لهاد الماكازان باش خديت هذيك المرايه. ونقول لها شكرا ليك، والله يلاقينا في سعه الخير، ويا ربي اللي يحشمنا، والله يحفظ لها راجلها ويحفظ لها وليداتها ان شاء الله. وتا هي كنتمنى لها مسيره موفقه باذن الله. وصافي هادشي اللي كاين، وتهلاو ليا في ريوسكم، ونتلاقاو وياكم ان شاء الله في فيديو جاي باذن الله. السلام عليكم.